وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا الطبي رعاية الحياة وموضوعنا الطبي اليوم نتحدث عن الثامن من أيار يصادف اليوم العالمي للثلاسيميا نتحدث عن مرضى الثلاسيميا في ظل الظروف الصحية الكارثية اللي بيعيشها أبناء شعبنا سواء في القطاع أو في الضفة نتحدث عن أن هناك ما يقارب 15 شهيدا من مرضى الثلاسيميا نتحدث بكل هذه التفاصيل والمحاور مع ضيف ضيفي سعدني ارحب فيه الدكتور بشار الكرمي رئيس جمعيه اصدقاء مرضى الثلاسيميا اهلا وسهلا بك دكتور اهلا بك وبكافه المشاهدين اهلا وسهلا دكتور دكتور يعني الثامن من ايار يصادف هذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للثلاسيميا في ظل الظروف الصعبه او الكارثيه الصحيه اللي بيعيشها ابناء شعبنا وبشكل خصوصي المرضى الثلاسيميا اذا بنتحدث عن هذا اليوم العالمي اللي سنويا يتم الاحتفال به ايش الرساله منه ايش الهدف منه حتى نتحدث بخصوصيه مرضى الثلاسيميا في فلسطين وخاصه بالقطاع دكتور نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل هو الثامن من ايار يصادف اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسيميا دابنا في المجتمع الفلسطيني على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 98 ولم ننقطع سوى ربما عام او عامين في ظل ظروف الانتفاضه الثانيه ولكن كل عام نحيي هذا هذا اليوم لنرسل رساله لمرضانا ان المجتمع الفلسطيني يقف معهم يقف معهم في رحله التشافي التي يعيشونها منذ لحظه الولاده وان المجتمع الفلسطيني يساندهم في التعايش مع هذا المرض. ربما كان في السابق المرض بالفعل هو مرض خطير ويهدد الحياه لكن بفضل الله وبكل فخر نقول ان كوادرنا الصحيه استطاعت ترتقي بمتوسط اعمار مرضانا من ستة اعوام سبعة اعوام عندما بدانا قبل 30 عام الى حوالي 25 27 عام اليوم، وبالتالي هنالك حاجه ماسه ان نرسل لهم ان المجتمع الفلسطيني لن يتخلى عنهم، ان المجتمع الفلسطيني مآزرهم في رحله التعايش مع هذا المرض سواء في التعلم او في ايجاد فرصه العمل او في الزواج والانجاب، فهذا لا شك انه رساله مهمه نوصلها لمرضانا بهذه المناسبه. دائما دكتور اذا نتحدث بشكل مختصر عن ايش يعني مريض الثلاسيميا دكتور؟ ما هي المشكله؟ ما هي الاسباب؟ دكتور. نعم هو في المجتمعات المختلفه توجد لنقل اعتلالات او طفرات وراثيه. في منطقه البحر الابيض المتوسط ومن ضمنها فلسطين هنالك اعتلال في خضاب الدم يتسبب بعدم قدره الجسم على انتاج الهيموجلوبين او ماده خضاب الدم. طبعا هذا يكون بسبب انتشار هذه الصفة الوراثية في المجتمع الفلسطيني اللي بيحملها أربعة في المية في حين أن حامل الصفة الوراثية يعيش حياته بشكل طبيعي لا يظهر عليه أي أعراض ولا ينتبه لنفسه أن يحمل هذه الصفة الوراثية لكن إذا تصادف وأن تزوج من ممن تحمل أيضا الصفة الوراثية هنالك فرصة عالية لإنجاب طفل مريض الطفل المريض لا يكون قادر على إنتاج خضاب الدم الهيموغلوبين وبالتالي هو يعتمد في بقاء على قيد الحياة إلى تلقي وحدة الدم بشكل دوري تقريبا بشكل شهري من هنا بدأنا منذ عام 2000 بإجراء الفحص المخبري قبل الزواج ومرة ثانية أوجه الشكر لك مديريات الصحة على التجاوب مع هذا البرنامج أو هذا المشروع بحيث بدأنا منذ عام 2000 بإجراء هذا الفحص قبل الزواج وبالتالي استطعنا بفضل الله أن نخفض أعداد مرضانا الجديدة التي كانت تولد في المجتمع الفلسطيني من 70 أو 80 حالة جديدة سنويا إلى أقل من أصابع اليد الواحدة في كل عام وبالتالي هنالك فرصة أن نتجنب ونجنب أجيالنا القادمة خطر هذا المرض لكن مرة ثانية هو فقر دم شديد يصيب الأطفال الذين يولدون لآباء وأمهات يحملون الصفة الوراثية ونسبة المرض في هذه الحالة عندما يكون الأم والأب متزوجين يحملون الصفة الوراثية هي 25% دكتور اذا نتحدث عن مرضى الثلاثيمية ايش هي اهم الاعراض الممكن ان ترافق هذا المريض دائما بيتم التعامل مع مرض الثلاثيمية بانه غير خطير لا يعتبر من الامراض الوراثيه الخطيره جدا فهل هذا الكلام صحيح ام هناك اذا نتحدث عن الاعراض هي هي الاعراض الدائمه المصاحبه لهذا الطفل او هذا المريض طول الحياه هو فقر الدم شديد ومزمن ولا يستطيع المريض التشافي منه بشكل تلقائي بمعنى أنه على عكس نقص الحديد أو فيتامين بي 12 أو غيره من المسببات لفقر الدم حالة الثلاسيميا لا يستطيع الجسم أن يتعايش معها وبالتالي كان في السابق بالفعل مرض خطير لكن بفضل الله من خلال التقدم العلم الذي حصل يستطيع الإنسان يتعايش مع هذا المرض من خلال تلقي وحدات الدم بشكل دوري ومن خلال تناول أدوية وبالطبع المتابعة العلاجية هي فقرة هي أعراض فقر الدم المعروفة وبالتالي المريض يتوجه للمستشفى أو المراكز الصحية من أجل تلقي وحدة الدم ويستطيع أن يتعاش مع هذه الحالة لكن هي الأعراض التي ترافق المرض هي ناتجة عن سوء المتابعة العلاجية اللي نسميها يعني سواء تضخم الكبد او الطحال او التشوهات التي يمكن ان ترافق الاصابه بالمرضيه نتيجه الاخفاق الطبي في المتابعه العلاجيه او تاخر المريض عن الحصول على العلاجات وهذا ما يهدد مرضانا حاليا في, في قطاع غزه قطاع منذ سته اشهر يعني انهيار المنظومه الصحيه في قطاع غزه أعاد سنوات الى الوراء وضع مرضانا مثل ما قبل قليل ان هنالك 15 شهيدا سقطوا خلال السبع اشهر الماضيه منهم اربعه استهداف مباشر استشهاد مباشر و11 مريضا نتيجة تردي الأوضاع الصحية وانهيار المنظومة الصحية بالتالي الإنسان الذي يصاب بمرض الثلاسيميا إذا تلقى الخدمات العلاجية المنصوص عليها حسب النظم العلاجية يستطيع أن يتعايش مع هذا المرض لكن الكارثة التي حصلت أو التي يمكن أن تحصل هي جراء الحرب الدائرة على أهلنا في غزة والتي دفع ثمنها أحد عشر مريضا ونأمل أن يتوقف مسلسل الموت لمرضانا في غزة ولكافة أهلنا في غزة دكتور يعني نتحدث عن ظروف صحية كارثية سواء للشخص العادي فما بالك بالمريض وخاصة مرض الثلاسيميا إذا نتحدث عن خصوصية أول شيء عن مرضى الثلاسيميا بفلسطين ونركز أكثر عن أهالينا في القطاع والظروف اللي بيعيشوها ماذا يحتاج مريض الثلاسيميا خلال نحكي الفترة العلاجية أو حتى يبقى على قيد الحياة أو حتى ما يصير عنده مضاعفات دكتور وبما انك رئيس جمعيه اصدقاء مرضى الثلاسيميا فما هي الصوره التي تنقلها من القطاع دكتور؟ بدايه نتكلم عن واقع مختلف لمريض الثلاسيميا في مجتمعنا الفلسطيني واسجل هنا بكل فخر ان مجتمعنا الفلسطيني كوادرنا الصحيه استطاعت بالفعل ان تحقق انجاز يسجل في المنطقه العربيه ان متوسط اعمار المرضى مثل ما اشرت قبل قليل ارتفع من سته اعوام سبعه اعوام عام 94 الى حوالي 27 عام. هنالك العشرات ممن انهوا دراستهم العليا العشرات ممن يعملون حاليا أيضا هناك العديد من من تزوجوا وأنجبوا أبناء وهذه الصورة لم تكن مشاهدة في السابق لكن بالفعل المريض هو بحاجة إلى وحدة دم بشكل دوري وبحاجة إلى أدوية مكلفة يستخدمها بشكل أيضا يومي هناك حاجة إلى متابعة علاجية الذي حصل بالنسبة لمرضانا في قطاع غزة وانهيار المنظومة الصحية هناك 300 مريض تقريبا 302 مرضى كانوا مسجلين عندنا في في سجلات الجمعيه هنالك انهيار لمنظومه الخدمات الصحيه لا شك ان المرضى المزمنين يدفعون ثمنا لنسميه بالتقسيط يعني ربما لا تكون حياتهم مهدده في اللحظه مثل مريض يعاني من نزيف او اصابه مباشره لكن المرضى المزمنين يدفعون من صحتهم نتيجه تراجع الخدمه الصحيه وعدم توفر العلاج وهذا الذي حصل مع مرضانا انهيار المنظومه الصحيه في القطاع غزه، اولا اعاد توزيع نتيجه الحرب تم اعاده توزيع مرضانا، في لحظه ما كان غالبيه مرضانا موجودين في الجنوب، الان بدا بعض المرضى يعودون الى الشمال. توزيع مرضانا حاليا في القطاع على حوالي 60 مريض في الشمال وحوالي 60 مريض في الوسط وحوالي 140 او 150 مريض في الجنوب. وبهذه المناسبه ايضا اسجل تحيتنا ل زملائنا الاطباء الدكتور عوض هلول اسميهم بالاسم الدكتور هاني عياش الدكتور هالة ابو زيد الدكتور صلاح ابو شنب الدكتور عايد ياغي الاخ الفاضل محمد ابو عفش كل هذه الطواقم يعني بذلت جهود جباره خلال الاسابيع والاشهر الماضيه من اجل الابقاء على صحه مرضانا لنسميه ضمن الحد الادنى المقبول او المعقول لكن مرة ثانية هنالك تدهور خطير في وضع مرضانا قوة الدم لدى المريض تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير مرة ثانية أعود إلى وضع مرضانا في الضفة الغربية هنالك لقاءات لنا مع وزارة الصحة من أجل إعداد لخطط الطوارئ في حالة الاجتياحات في حالة تقطيع الترابط مع المدن كان لنا جلستين مع الوزارة خلال الفترة الماضية وهنالك ننتظر تحديد موعد ثالث من أجل استكمال بناء خارطه على الاقل يستطيع الطبيب ويستطيع العاملين في الوزاره التعامل معها وايضا نوجه المريض لكيفيه التعامل مع حاله طارئه المرض يمكن التعايش معه اذا توفرت هنالك الخدمات العلاجيه والطبيه اللازمه ووحدات الدم دكتور يعني خلال حديثك تتحدث انه المريض بإمكانه الاستمراريه بالحياه اذا توفرت الخدمات الطبيه والادويه لكن اننا نتحدث عن ذكرت لنا ارقام لمرضى 300 في القطاع في الشمال والوسط ونحن بنعرف انه الشمال والوسط لا يوجد مستشفيات لا يوجد كوادر طبيه لا يوجد ادويه حتى نحكي عن نظام صحي ما في اكل دكتور ف ايش متوقع حدوث الحدوث صحيا لهذه المرضى؟ ما في ادويه، ما في متابعه صحيه، فنتحدث عن هذا الوضع، ايش المضاعفات المتوقعه لهذا المريض؟ بدايه ليس فقط عباره عن عدم توفر الكوادر الصحيه والمرافق الصحيه، هنالك نقص في العديد من المستلزمات الاساسيه لهؤلاء المرضى، ناهيك عن الطعام، الحياه الاساسيه، مقومات الحياه الاساسيه. لا شك أن هذا يلقي بأعباء مضاعف على مرضانا وعلى كوادرنا الصحية لكن لا أعتقد أن لدينا خيار. يعني ما من تم تحويلهم إلى المشافي في الخارج هي تلك الحالات التي تعاني من مضاعفات. تم تحويل حوالي 30 حالة إلى خارج القطاع خلال السبعة شهور الماضية، هي تعاني من مضاعفات سواء في عضلة القلب أو مشاكل صحية أخرى للعلاج في الخارج. لكن باقي مرضانا بنتكلم عن حوالي 250 مريض ليس لدينا لدينا بديل سوى الصمود والبقاء ومحاوله التعايش مع واقع لا شك انه واقع غير انساني واقع مرفوض استهداف المشافي استهداف الكوادر الصحيه استهداف عربات الاسعافيه لا شك انه هي جرائم حرب وبالتالي يعني الوجود الفلسطيني مهدد يعني, في يعني فعليا الدكتور فعليا يا دكتور المريض بيحتاج يصير عنده مضاعفات بالقلب باعضاء الجسم الاساسيه حتى يتم تحويله لتلقي العلاج دكتور يعني هو مثل ما اشرت في الوضع الطبيعي مع وجود الدواء مع وجود وحدات الدم يستطيع الانسان ان يتعايش مع هذا المرض لكن لا شك انه تاخرنا في تلقي وحدات الدم تاخرنا في او عدم توفر الدواء يؤدي الى تفاقم المضاعفات التي هي بالغالب موجوده عند عند غالبيه مرضانا، <applause> يعني المريض اي نعم اصبح متوسط اعمارهم بحدود ال 25 عام، لكن وضعهم الصحي هش، وهذا مره ثانيه يعيدنا الى نفس البدايه ان المرضى المزمنين هم الاكثر عرضه للاخطار في ظل الحروب، في ظل الكوارث، في ظل الحالات الاستثنائيه، يعني اذا كان الانسان يستطيع ان يتعاش مع الحرب بشكل او باخر لكن المريض المزمن هو يكون عرضه اكثر من غيره للانتكاسه والاصابه بالمضاعفات وهذا السبب الذي ادى الى وفاه احد عشر مريضا خلال سبعه اشهر. هذا هذه الظاهره لم تكن مشاهده في المجتمع <applause> الفلسطيني او في بين صفوف مرضانا. لم نخسر مثل هذا العدد في السابق لكن الحرب لا شك انه كشفت المريض امام المضاعفات امام اخطار المرض وبالتالي هو دفع حياته ثمن لهذه الحرب الدائرة على شعبنا الفلسطيني تكرر نتحدث عن مرضى الثلاثين يعني نقدم لهم في هذا اليوم يعني نقدم لهم بهذا اليوم الذكرى اللي هو نحكي الثامن من أيار بعض النصائح في كيفية التعايش لكافة فتق... نعرف إيش ممكن يصير بحالات الطوارئ كيف ممكن يتعايش مع هذا كيف ممكن يساعد نفسه في ظل انقطاع وصوله أو عدم تمكنه من وصوله لكادر طبي لطبيبه حتى للدواء ف إذا نتحدث شوي دكتور يعني ببعض التفاصيل وبعض النصائح لمرضى الثلاسيميا دكتور يعني هو مريض الثلاسيميا من الميزات أنه مع تعايشه مع المرض أصبح ملم بالمرض بشكل رائع <applause> هنالك جملة نصائح تم تدريب الكوادر المرضى عليها سواء الأغذية المناسبة قبل عند حدوث يعني هو معروف أنه الإنسان لما يتلقى وحدة الدم تكفي مدة شهر بعد تلاقي وحدة الدم ترتفع قوة الهيموغلوبين في جسمه وبالتالي هنالك مجموعة نصائح للأغذية التي ننصح بأخذها أو تجنبها مرور وصولا إلى تلقي وحدة الدم التالية هنالك جملة نصائح هنالك كتيبات تم تزويد مرضانا فيها بالأغذية التي تساعد على الأقل على التعايش مع هذا المرض لأطول فترة ممكنة لكن ربما النصيحة الأساسية التي وجهها المرضى أن الالتزام بالتعليمات الصحية الالتزام بالحضور إلى في المواعيد لأخذ وحدة الدم تناول الدواء بشكل منتظم هذه الإرشادات ربما تبدو بسيطة لكن هي التي تمكنه من أن يتعايش مع هذا المرض لأطول فترة ممكنة وهنالك حالات يعني اصبحت معروفه ومسجله في العالم ان الانسان مع مرض الثلاسيميا يستطيع ان يتعايش لعمر الستين والسبعين بمعنى ان متوسط عمر المريض المصاب بالثلاسيميا هو مشابه او مقارب للإنسان, للانسان الطبيعي طبيعي لكن هذا يشترط او يتطلب الالتزام بالتعليمات الصحيه ندرك جميعا صعوبة الالتزام بهذه الارشادات بشكل دائم بالذات في ظروفنا الاستثنائية الفلسطينية لكن مره ثانيه لا بد لدينا سوى المحافظه على صحتنا المحافظه على الالتزام بالتعليمات والمواظبه على تناول الدواء ربما رحله التعايش مع هذا المرض مثل اي مرض مزمن يصيب المريض احيانا بعض الملل بعض ال لا نقول احباط ولكن ربما فتور في الالتزام بالتعليمات نشدد ونؤكد عليه انه اليوم العالم للتضامن مع مرض هو للتضامن معه لمساعدته في مواجهة هذه المشاكل ومساعدته للتعايش بشكل طبيعي مع هذا الواقع الذي في نهاية المطاف الإنسان لا يختار صفاته الوراثية مرض الثلاثيمة هو صفة وراثية ابتلاء من الله أو اصطفاء من الله أن, إن الإنسان أصيب بهذه الحالة المرضية بنا نتعايش معها وبنا نكمل معها مرة ثانية لم يكن مألوف أن نشاهد مريض ثلاثيمة لديه أطفال الان اصبح هذا شيء طبيعي ان يتزوج ان يكون بيننا عامل في المؤسسات المختلفه لا شك ان واقع المريض يتغير تدريجيا لكن دائما متامل ان يكون الغد افضل من اليوم دكتور نتحدث عن خصوصية موضوع العامل النفسي دائما في كافة الأمراض نحكي العامل النفسي أو الصحة النفسية هي شيء مهم للبقاء بخير نتحدث بأنه هذا المريض هو مصاب بمرض الثلاثين ممكن نحكي لأنه هو فعليا مرض يصاب به منذ الولادة ممكن الإنسان نفسيا يتغلب عليه نتحدث أيضا عن خصوصية أهلنا بالقطاع خوف عدم امان انتظار الموت فقدوا كل شيء فتاثير الصحه النفسيه وضعهم ممكن نحكي النفسي السيء على هذا المرض هل هناك علاقه دكتور كغيره من الامراض ام لا دكتور ربما من المشاهد المؤلمه التي وصلتنا من مرضانا في غزه قال كل مريض على اهله انه المريضه بتسجل بكلماتها وكانت تنتقل بالحنطور مثل ما بنقول نتيجه انعدام المواصلات هي خايفه على اهلها اذا تعبت وانه بدهم يتغلبوا فيها يعني بالمختصر هي خايفه تغلب اهلها فوق ما هي عايشه هذا المعاناه فلا شك انه يعني شيء مؤلم شيء غير انساني يفوق الوصف اللي بيحدث في غزه بالنسبه لنا كجمعيه فهنالك برامج متعدده للدعم النفسي أجرينا العديد منها في قطاع غزة. السؤال و... هل تم التواصل مع المرضى وتقديم لهم الدعم النفسي حتى لو ممكن نحكي معرف إنه ما في إنترنت بشكل متواصل أو كهرب بشكل متواصل لكن هل هناك كان تواصل ما بينكم وبين مرضى أتلاسميا يعني لتقديم نعم، نعم، الدعم النفسي يوميا يتم التواصل مع مرضانا في... لدينا مشرفين أو مختصين في المجال الدعم النفسي والمساعدات النفسية. معنا زميلتنا منى أبو شمط وهي متخصصة في هذا المجال ولديها خبرة واسعة وأيضا كوادر الجمعية بشكل يومي نتواصل مع مرضانا أو من نستطيع أن نتواصل معهم حتى نعزز من معنوياتهم من صمودهم في هذه الظروف الصعبة ومن المفارقات أنه ربما كان قبل عام ونصف هنالك مؤتمر شاركت فيه مع زميلي احمد عياش في غزه وكان احد المحاور في المؤتمر هي الدعم النفسي لمريض الثلاسيميا والمفارقه ان المحاضرتين كانتا من من مريضات الثلاسيميا المتخصصات في هذا المجال وهم اللي اعطوا المحاضره للمرضى والاطباء عن كيفيه التعامل مع مرض الثلاسيميا للمريض. هنالك برامج ايضا موجهه للاسره فهنالك جهود لكن مرة ثانية ال الذي يحدث <applause> في غزة ويفوق قدرة صح. جمعية أو مؤسسة لوحدها على التعامل معها، لكن نأمل من الله أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت حتى نعود إلى إيه برامجنا المعتادة، لكن مرة ثانية نعمل على تواصل يومي مع المرضى، التواصل اليومي أيضا وجه تحية إلى زملائنا إبراهيم عبد الله و عنان اللي <applause> هم من مرضانا <applause> ريم البخيت و سوسن مصري اللي جهودهم لا شك اللي قاعد بتحفز مرضانا يعني المريض قاعد بنحاول احنا نعيد بناء الوضع السابق قدر الامكان بحيث انه يكون في بيننا وبين المرضى تواصل لدينا حاليا تواصل مع حوالي 270 مريض من اصل 300 مثل ما اشرت او اقل قليلا من ذلك هنالك 30 مريض في الخارج هنالك 15 شهيد هنالك عدد ضئيل من المرضى لم نستطع الوصول اليهم حتى اللحظه نامل ان يكونوا بخير نامل ان نتواصل معهم في القريب العاجل ان شاء الله دكتور اهم ما يميز مرضى الثلاسيميا هو زي ما حكيت لنا موضوع الادويه وموضوع نقل او تغيير الدم نتحدث عن التبرع بالدم في ظل هذه الظروف هل هناك متبرعين وفي حال عدم توفر متبرعين في ظل نقص الكوادر الطبيه نقص المستشفيات وحتى موضوع المستشفى الاخير مستشفى الخاص بمرضى الثلاسيميا ما هو الحل؟ هل هناك متبرعين أم لا؟ ما هو الوضع دكتور؟ يعني من الميزات في المجتمع الفلسطيني هو توفر الدم يعني لم تكن مشكلة للمريض في السابق وجود الدم ربما عندما كان يتم الاتصال بنا كجمعية من أحد المشافي في الضفة العربية أو في قطاع غزة لوجود نقص ببساطة يتم تنظيم حملات للتبرع بالدم وكان التجاوب رائع سواء من المواطنين أو من الشباب لكن في ظل الظروف الراهنة لا شك أنه الوضع اختلف المجاعة الموجودة في القطاع سوء التغذية هذا أيضا قللت من فرص التبرع بالدم الإصابات الكثيرة بالألوف التي حدثت خلال الفترة الماضية لا شك أنه جعلت بنوك الدم واحتياطيها من الدم محدود جداً هناك مشاهدات لتردد المريض على المراكز الطبية لأخذ وحدة الدم والاعتذار عن عدم توجد الدم أو الطلب منه توفير وحدة بديلة وهذا أيضا يفوق قدرة المريض على توفيره لأنه ببساطة هو بحاجة لوحدة الدم كل ثلاثة أسابيع هناك مشكلة حقيقية ربما كان هناك تباحث لسبل التجاوز هذا الإشكال أو تجاوز هذه الصعوبات لكن لنكن صريحين ليست الامور بالسهوله مثل ما اشرت لهذا الصباح تم استهداف احد ثلاث مشافي كانت باقيه اخيره تتعامل مع مرضى الثلاثين ومستشفى ابو يوسف النجار في رفح. لا شك ان الوضع يعني يتفاقم هنالك 100 حوالي 120 مريض في رفح يتعامل معهم مستوصف الاقصى ومستوصف فاطمه الزهراء مره ثانيه وجه التحيه للدكتور محمد ابو ندى على تجاوبهم مع حاجات المرضى لا شك انه حاجات كبيره طبعا نشكر كل الطبي بشكل نحكي عام وليس بشكل خاص لجهودهم ومواجهة لا شك. هذه الظروف الدكتور بشار الكرمي رئيس جمعيه اصدقاء مرضى ثلاثية نشكرك على كل هاي المعلومات نتمنى سلامه لجميع المرضى واهلا وسهلا ان شاء الله لقاءنا القادم بظروف احسن دكتور أهلاً وسهلاً. اهلا وسهلا شكرا لكم اهلا وسهلا شكراً. فهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم تحدثنا فيها عن مصادفة الثامن من أيار لليوم العالمي المرضى الثلاثين نتمنى سلام لجميع أبناء شعبنا انتظرونا بحلقة جديدة رفقتكم السلامة <applause>